افتتح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف الجسر العلوي الثاني ضمن مشروع إنشاء التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والطريق الرابط بين دواري 13 و18 بمدينة حمد ومشروع شارع المحرق الدائري. ولدى وصول سعادة الوزير إلى الجسر العلوي الثاني الرابط بين دواري 13 و18 بمدينة حمد وشارع المحرق الدائري، قام سعادته بإطلاق 426 بالونا و586 أخرى على التوالي في كل مشروع على حدة، ذلك احتفاء بعدد أيام العمل والإنجاز في كل منهما. وأشار خلف أن المشاريع تتجاوز تكلفتها 33 مليون دولار أمريكي بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية ضمن برنامج التنمية الخليجي، مضيفا أن إتمام العمل في هذين المشروعين الحيويين والرئيسيين يضاف إلى سجل الإنجازات لوزارة الأشغال ويساهمان في تعزيز قدرة البنية التحتية في مملكة البحرين. هذا المشروع قام بتنفيذه تحالف المقاول شركة اليمامة السعودية وشركة عبد الله ناس البحرينية، وتم تنفيذه بحسب البرنامج وبكلفة تصل إلى حوالي 7.5 مليون دينار بحريني. بافتتاح هذا الجسر وافتتاح هذا المدخل يكون مخطط مدينة حمد قد اكتمل نهائيا، وسوف يوفر هذا التقاطع سبل الوصول بيسر لكل قاطني مدينة حمد والقرى المجاورة، وأيضا سيكون هذا التقاطع سوف يدعم المشاريع المخطط إلى تنفيذها في مركز مدينة حمد، والذي سوف يحتوي على عدد من المنشآت والدوائر الحكومية والأسواق.